السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك غلاسي بالنوكا اللي كيجي رائع جدا في المذاق وسهل التحضير. كتوجدوه للعرضات مع حبابكم او لا تبردوا به في هذه الحرارة هذه. هذا الكلاص كيجي روعة في المذاق وسهل التحضير، مكونات بسيطة لكن المذاق كيجي هائل جدا، بحال اللي كنشريوه من المحلات او الباتيسريات الكبار. يعني كنتمنى انكم تجربوه وتحكموا عليه. نخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وانا عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الى اول مره تشوفوا الفيديو. بالنسبه للمقادير غادي نبداو بالجينواز، هي الاولى. غادي نحتاجوا فيها جوج بيضات على حراره المطبخ، غنزيد قبيصه من الملح وغادي نخلط واحد شويه هو الاول حتى نتحصلوا على البيض على هذا الشكل كيدير دوك الفقاعات. من بعد غادي نضيفوا 4 المعالق من السكر السنيده او 3 المعالق ديال السكر السنيده، هنا حسب نتوما الحلاوه، لكن قاعده يعني نفس العبار اللي كان غادي نديروه بالسكر نفسه ديال الدقيق. هنا انا وضعت 3 المعالق ديال السكر، 3 المعالق كبارين. من بعد غادي نزيد معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان وغادي نخلطو مزيان. غادي نزيد معلقه كبيره من الكاكاو المر وثلاثه المعالق كبار من الدقيق، يعني نفس العبارة ديال السكر نديروه من الدقيق والكاكاو. كيما شفتو درنا معلقه من الكاكاو، غادي نديرو 3 المعالق ديال الدقيق. كندوزهم في الصفايه، هي ضروري انكم تغربلو الدقيق. صافي وغادي نخلطو مزيان وغادي نضيف راس معلقه صغيره من خميره الحلويات. من بعد غادي ندهن ورق طبخ او بابي كويسون، غندهنو بشويه ديال الزبده باش نتاكد ان الجينواز ما تلصقش ليا. صافي وغادي نخوي الجينواز ونسرحها فوق الورق. ما كيهمش الشكل لان غادي نقطعوها، غير نشوفوا القياس ديال المول فاش غادي نديرو نوضعو الكلاص. وندخلها للفران مده ديال 10 دقائق. من بعد غادي نوجدو باش نسقيوه، غادي نحتاجو معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان ومعلقه كبيره من السكر ونصف كاس من الماء. وغادي نخلطو مزيان ونخلطو على جنب بيد ما يطيب لينا الجينواز وغادي نسقيوه به. هذا هو الشكل ديال الجينواز بعد ما خرجناه من الفران. غادي نقطعوه، انا كنقطعو بعد غادي نستعمل هذا المربع هذا ولا استعملوا اي شكل ديال يعني القالب فاش غادي تحطوا كيك كلاسي ديالكم. تقريبا هنا بالنسبه اللي غادي يسولوني على القياس تقريبا 23 سنتيم على 23. غادي نقطعوا الجوانب يعني داكشي اللي شاط في الجناب ديال الجينواز وغادي نوضعوه في بلاصه اللي خاويين بالداخل بهذا الشكل. غنحطو فوق سطح اولا في ديك الكرتونه فاش كنقدموا لي كيك. من بعد غادي نسقيوها بالقهوه، يعني واحد فيهم خصو يكون سخون. بالنسبه للجينواز راه هو سخون والقهوه راها بارده. كنسقيوها مزيان باش تجينا رطبه ملي نقطعوا الكلاص، يجينا ما يجيش الجينواز ناشف. سقيوه مزيان صافي وغادي نخليو الجينواز على جنب. غادي ندوزو نحضروا النوكا. بالنسبه للنوكا غادي نحتاجو فيها كاس العنبه من السكر السنيده، غادي نوضعوه في كاسرول ونشعلو على البوطه حراره متوسطه ونحركو بهذا الشكل، يعني نحركو فقط الكاسرول ما نحركوش بمعلقه حتى يذوب السكر تماما. هذه
تحريك المستمر ديال الكاسرول باش ما يتحرقش لكم في الجوانب. بعد ما ذاب الكراميل بهذا الشكل غادي نخويو كاس العنبه من اللوز، يعني القياس ديال السكر نفسه من اللوز. تقدروا تخلطوا ما بين اللوز والقرقاع، يعني كذلك الا زدتوا القرقاع كيجي المذاق ديال الكلاص رائع جدا. من بعد كنخلطوا مزيان اللوز مع الكراميل. في الاول غادي يبان لكم شويه قاصح، ولكن غير خلطوا مزيان حتى ينسجم الكراميل مع اللوز ويتحمر لينا اللوز في الكراميل. يعني غادي تسمعوا واحد الصوت بحال يعني البقبقه، غتسمعوها يعني هكا، غادي توقفوا من التحرك وغادي النوكه ديالكم غتكون واجده. غير بالنسبه للنار خاص يكون متوسط، يعني ما تجهدوش على النار باش ما يتحرقش لكم. كما شفتوا دابا كيعطي داك الصوت، يعني تيبدا كيعطيك الصوت انه راه تحمر. صافي كنطفيو علينا النار وتنتحصلوا على هاد الفقاعات الصغارين. نتمنى ان الفيديو يكون واضح لكم. من بعد غادي نخويو فوق بابي كويسون، اللي ما عندهاش غادي تدهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وتخوي النوكا بهذا الشكل. صافي غادي نخليوه على جنب باش يبرد. غادي نوجد، غادي نحضر معكم الحليب مجفف اللي غادي نزيدوه مع الكريمه. عندي 3 المعالق كبار من حليب مجفف، غادي نحمرهم فوق البوطه على حراره متوسطه. ردوا البال مزيان في هذه المرحله لان دغيا تيتحمر. فالمذاق ديال الحليب مجفف من بعد ما كنحمروه كيعطي واحد اللذه رائعه جدا في الكلاص، احسن من اننا نستعملوه في نظري انا. ويعني من الاحسن اننا نحمروه، لان الا درناه هكاك يعني كيبان المذاق ديالو في الكلاص. اما الا درتوه وحمرتو كيعطي واحد المذاق اخر اللي هو اللذيذ. تنحمرو تنتحصلوا على هذا اللون، نتمنى ان يكون واضح لكم مزيان. كيجي اللون ديالو ذهبي. تنخلطو حتى يبرد. في هذا الاثناء نقفت على البوطه كنحركو حتى يبرد ونخويه في شيء اناء اخر باش ما يزيدش انه يتحمر اكثر. في هذا الاثناء فاش صاوبت حليب مجفف النوكا راها وجدت، هي كما كتشوفوا بارده. دابا غادي نكسروها. بغيتو تاخذوا منها شويه هكا قطع كبارين تزينوا بها الكلاص من الفوق، تقدروا تحيدوا منه شويه. انا غادي ندقو كامل ومن بعد ناخذ منه واحد شويه نزين به من الفوق. تنقطعوه باليدين هكا في الاول، من بعد غادي نضربوه بالمدلك باش كيجيني مهرمش. من الافضل انكم يعني تضغطوا عليه بالدلك باش يعطيكم يجي هكاك مهرمش، احسن من اننا نطحنوا. الطحنة غادي تحصلوا على شويه شي مهرمش شي بودره، فمن الافضل انكم ديروا هذه الطريقه هذه. كما شفتوا هو راه كامل مهرمش، يعني كيجي زوين. انا ضفتو هكا الكلاص كيجي رائع جدا، كيجي كيجي باين في الكلاص. صافي بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، خص يكون بارد مزيان يعني فيه دوك الحليبات ديال الكلاص يعني مجمد. غادي نضيف كيس من شونتي باش هكا تحصلوا على كريمه الكلاص يكون كتير واحد شويه. صافي غادي نخلطوه بالخلاط او الطراب اليدوي او الكهربائي اللي توفر عندكم. نخلطوه في الاول مزيان. ناكد عليكم ان الحليب خاص يكون يعني بارد مزيان وميل انه يكون مجمد. غادي نضيفو كاس الياغورت ديال الكراميل او لا ديسير كراميل او لا فلونك ديال الكراميل، كيعطي لذه خطيره لهذا الكلاص. وغادي نضيف دوك 3 المعالق ديال الحليب مجفف اللي حمرناه. ومن بعد غادي نضيفو النوكا، حيت منها واحد شويه باش نزين بها. وضفت الكميه الاخرى. كما شفتوا القوام ديال الكريمه راه ما كتكونش عاقده، فمن الافضل ان الكريمه تكون على هذا الشكل. وغادي نخويو الكريمه فوق الجينواز، اللي بالنسبه للجينواز واللي داك المول فاش حطيت الجينواز غلفته ببلاستيك غذائي من الاسفل باش ما تسيحش ليا الكريمه في الجوانب. من بعد نسرحوا السطح. لو تستعملوا كريم فريش تقدروا تعوضوها بالكريم شونتي، لكن كريم شونتي كتقام شويه اقتصادي. صافي من بعد نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نوضعها في مجمد مده ديال 4 سوايع، اولا صوبوها بالليل وخليوها حتى الغدا لا غدا الا غادي تستهلكوها. من بعد ما دازت 4 سوايع الكلاص ديالنا تجي، حتى
تنحي البلاستيك الغذائي اللي في الأسفل واللي في الجوانب، من بعد كناخد شي منديل يكون فازق او لا سيشوار دوزو في الجوانب باش هكا يسهل لينا ان نحيدو الاطار. دابا مع الحال السخون غير دوزتو عليه شي منديل هكا في الجوانب دغيا دغيا تيتحيد بهذا الشكل. صافي كنفتحو وكنحيدو الاطار. دابا غادي نزينوه. غادي نحتاجو شويه من النوكا، وانا عندي لي بونبون ديال القهوه بالكراميل قطعته بالمقص هكا باش نتحصل على حبيبات هكا كتزين فقط، وشويه من الكوكيز وال بيبي دو شوكولا كذلك. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم اختيار، تقدروا تزينوا غير بدوك الطروفه ديال النوكا فقط وصلصه ديال الكراميل والشوكولا، نديروها من الفوق. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري اللي بغيتو اللي تتفضلوا زينو به. كذلك بالنسبه للكراس ديروه في اي اطار، يعني دائري او الا عندكم المول ديال الكيك داك اللي كيتحل من الجوانب تقدروا تستعملوه، يعني ما كاينش اشكال اي شكل بغيتو تصاوبوه على حسب اللي عندكم، وكذلك التزيين على حسب الرغبه وعلى حسب شنو تتفضلوا. صافي كندير الكوكيز من الفوق مهرمش، غادي نزيد بيبيت شوكولا من الفوق، وغادي ندير خطوط من صلصة الكراميل وصلصة ديال الشوكولا. الا بغيتو نشارك معكم الطريقة باش كنحضروهم في المنزل خليوها ليا في التعليق، ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة. انا عندي هنايا صلصة الكراميل حضرتها بالشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة يعني، وبالنسبة للصلصة ديال الشوكولاتة حتى هي راه حضرتها في المنزل. ان شاء الله الا بغيتو نشارك معكم طريقة باش كنصاوبها ان شاء الله نشاركها معكم. يعني عنديها عدة استعمالات زينوا بها لكيك او لا اي حاجة الحلويات لي صابلي تبقى عندكم في الثلاجة وكتستعملوا. صافي كندير خطوط هكا رقاق فوق الكلاص، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص بعد ما كنزينوه كنقدموه لعائلتنا بالصحة وراحة. نتمنى الوصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم تجربوها غادي تعجبكم بزاف وغادي تفرحوا بها عائلتكم يعني هذه الوصفه تحمل لكم تجيكم مع عائلتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، الى اللقاء. شكرا على المشاهده.